تقول بأنها فتاة تربت في بيت تكره فيه البنت منذ قديم الأزل، مع أنني محافظة جدا وملتزمة باللباس الشرعي الجلباب، ولكن النظرة للبنت في عائلتنا غير مريح، كما أن والدي دائما يسخر من النساء بقوله ناقصات عقل ودين، مما جعلني أكرهه كوني خلقت مما جعلني أكره كوني خلقت فتاة. ما رأي الشرع في نظركم في ذلك فضيلة الشيخ؟ أرى أن الواجب على العبد أن يصبر على ما يفتنه له به من أفعاله جل وعلا أو من أفعال العباد، فعليك الصبر والاحتساب على ما تسمعين أو تحسين به من الإيذاء من الأهل. ولا وإني أوجه النصيحة للأهل الذين يحتقرون البنت ولا يرون لها قيمة بأن يتقوا الله عز وجل في البنات، وأن يشعروا بأنهن من بنات آدم، وأن النساء شقائق الرجال، ويجب عليهم أن ينظروا إلى المرأة النظرة اللائقة بها لا وقف ولا شطط. وأما إهانة المرأة وازدراؤها واحتقارها والسخرية منها فإن هذا لا يحل ولا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. عندي ولدان، أحدهما في المدرسة والثاني صغير، أعطي الأكبر مصروفا يوميا للمدرسة لإفطاره، فهل يلزمني أن أعطي الأصغر مثل ذلك بتحقيق العدل؟ نرجو الإفادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جوابنا على هذا السؤال أن العدل بين الأولاد واجب في العطية، أن العدل بين الأولاد في العطية واجب، لحديث النعمان بن بشير أن أباه نحله نحلة فقالت أمه لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل فعل هذا بجميع بنيه؟ فقال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرد بشير رضي الله عنه هذه النحلة التي نحلها ولده. فدل هذا على أنه يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية، والتعديل بين الأولاد يكون بأحد أمرين، إما برد ما فضل به من فضل، وإما بإعطاء الآخرين مثله. ولكن ما معنى تفضيل؟ تفضيل أن يفضل بين الأولاد فيما تقتضي الحال التسوية بينهم فيه، وليس أن يعطي أحد الأولاد ما يحتاجه، لأن إعطاء أحد الأولاد ما يحتاجه إذا كان الآخر لا يحتاج مثله لا يعد تفضيلا ولا يعد جورا. وبناء على ذلك فإن الجواب على هذا السؤال أن نقول للسائل إن إعطاءك الولد الذي يدرس ما يحتاجه في المدرسة لا يعد تفضيلا، ولا يلزمك أن تعطي الابن الصغير مثله، بل لا يجوز لك أن تعطي الابن الصغير مثله، لأنك لو أعطيت الابن الصغير مثله لا أعطيته أمرا فاضلا عن حاجته، فيكون في هذا جور. وأبلغ من هذا أن أحد الأولاد احتاج إلى زواج فزوجه، فإنه لازمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا المتزوج. وقد ذهب بعض الناس بعض العامة إلى عمل يظنه صوابا وهو خطأ، فتجده يكون له أبناء صغار وكبار فيزوج الأبناء الكبار ثم يوصي بشيء من ماله بتزويج الأولاد الصغار الذين مات عنهم وهم صغار، وهذا لا يجوز، لأن هذا من باب الوصية للوارث. وقد قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية للوارث، فالأولاد الصغار الذين لم يبلغوا سن الزواج لا يجوز لوالدهم أن يوصي لهم بشيء من ماله نظير ما زوج به الكبار، بل نقول انتظر حتى إذا بلغ هؤلاء الصغار مبلغ النكاح فزوجهم، وبهذا تكون عادلة. ولهذا أمثلة كثيرة إذا كان الأولاد يختلفون في كبر الأجسام، فمن المعلوم أنك إذا كسوت كبير الجسم لا يلزمك أن تضيف إلى كسوة صغير الجسم شيئا من المال مقابل ما زاد على أخيه، بل تعطي كل إنسان ما يحتاجه. والخلاصة أن العدل بين الأولاد أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه، وإذا أعطى أحدا بلا حاجة فحينئذ يكون مفضلا، فعليه أن يرد هذا التفضيل أو أن يعطي الآخرين مثله. بارك الله فيكم. يسأل يقول أنا شاب في سن الزواج ولدي ابنة خالة، أي أن والدتها أخت والدتي، وأنا وهذه الفتاة نعيش في منزل واحد منذ الطفولة حتى الآن، وأصرت والدتي على زواجي من هذه الفتاة، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول هذا الأخ إن له ابنة خالة يعيش فيها منذ الصغر، وإن والدته أصرت على أن يتزوج بها، فهل هذا جائز؟ نقول إذا كان سؤالك هل هذا جائز يعني بالنسبة لأمك، أي هل يجوز للأم أن تصر على أن تتزوج بهذه البنت وأنت لا تريدها، فإن جواب هذا أن نقول لا ينبغي للأم أن تفعل هذا. نعم.
وأن تصر على أن يتزوج ابنها بامرأة لا يريدها، لأن ذلك ليس من مصلحة الجميع، فإن الإنسان إذا تزوج بمن لا يشتهي فالغالب ألا يتم بينهما الاجتماع المطلوب. أما إذا كان سؤال هل هذا جائز بالنسبة لك، يعني يجوز أن تتزوج امرأة أنت وإياها منذ الصغر، فنقول لا بأس بذلك، لا بأس أن تتزوجها وإن كنت وإياها منذ الصغر في البيت جميعا، لا. لأن ذلك لا يوجب الحرمة بينكما. ولكن إذا كنت لست في محبة لها وإنما تريد أن تتزوجها على سبيل المجاملة، فإننا ننصح بأن تعدل الوالدة عن الإصرار على الزواج بها حتى تتزوج امرأة تكون مقبلا عليها أكثر من إقبالك على هذه. لا. وإذا أصرت وأبت إلا ذلك واستعنت بالله عز وجل وتزوجت بها مطيعا لوالدتك قاصدا البر بها، فنرجو أن يكون لك الخير إن شاء الله. تقول في هذا السؤال: نحن فتاتان ولكن ما نحن فتاتان ولكن ما نعاني بأن الوالد لا يسمح لنا بالذهاب إلى بعض الدروس التي تقام بالمسجد حيث يتم فيها تعليم المرأة، فما توجيهكم في ذلك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتبعهم سامي. نرى أن الوالد فقه الله ينبغي له أن ينظر المصلحة في ذهابكما إلى دروس في المساجد وعدم الذهاب، فإن كان يرى أن المصلحة بقاؤكما في البيت فليمنعكما من هذا، وإن رأى أن المصلحة في حضوركما الدرس وأنه لا مفسدة في ذلك تقاوم المصلحة، فإن الذي أشير به عليه ألا يمنعكم، لأن نساء الصحابة كنا يحضرن المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحصل لهن من سماع المواعظ ما يحصل، لكن نحن في زمن كثر فيه الشر والفساد السفه، فلعل الوالد منعكما من الذهاب إلى المساجد سماع الدروس خوفا من الشر والفساد. ثم إن الله سبحانه وتعالى فتح علينا في هذا العصر فتحا مبينا، وذلك بتسجيل ما يلقى من الدروس، وبإمكانكما أن تحصل على هذه المسجلات فتنتفع بها، ويغنيكما هذا عن الذهاب إلى المسجد. ما هو واجب الأباء نحو أبنائهم وهم صغار دون سن البلوغ، وما هو واجبهم بعد بلوغهم؟ الواجب على الآباء نحو أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم ومن لهم عليه ولاية أن يتقوا الله تعالى في حسن الرعاية، وأن يؤدبوهم ويعلموهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة على سبع واضربوهم عليها لعشر. ولا يحل لأحد أن يضيع هذه الأمانة محاباة أو مراعاة، فإن القيام بتأديبهم ورعايتهم من مصالحهم، وإهمالهم وترك الحبل لهم على الغارب صلح أن تصدوا من الخيانة في الأمانة. وما أكثر الذين يولون العناية في غنمهم وإبلهم وبقرهم، حتى لو ضاعت شاة من الغنم لبقي كل الليل يبحث عنها لا ينام حتى يجد، ولكنه تجد في أولاده وأهله مهملا غاية الإهمال، يعاملهم وكأنه لا ولاة له عليهم، وهو مسؤول عنهم يوم القيامة، لأن الله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأمرنا أن نتجنب ما يكون سببا لدخول النار وأن نجنب أهلنا ما يكون سببا لدخولنا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. تجد بعض الأولياء يجاري السفهاء من أولاده البني أو البنات أو زوجاته، فيحضر لهم ما كان حراما من المزامير والموسيقى وغيره، بحجة أنه يتألفهم، مع أنه ربما لو تألفهم في المجارات على بعض المعاصي لترقوا إلى أشد منها، ولو منعهم من الأصل عن المعاصي لا يسر الله له تربيتهم على الوجه المطلوب. وكم من إنسان أهمل أهله وترك حبل لهم على الغارب فأصبحوا نقمة عليه وتمردوا عن طاعته ولم يقوموا بواجب بره، لأنه أضاع حق الله فيهم فأضاع الله حقه لأنه أضاع حق الله فيهم فأضاع الله حقه فيهم. فليتق الله إن امرؤ جعل الله له رعاية على أهله، وليعلم أن القوة في ذات الله أنفع له من التخاذل أمام المعاصي. نعم.